المية اللي هتخلي بشرتك فلتر. ايوه انت سمعت صح، هتخلي بشرتك فلتر وخالية من اي عيوب، وكل ده مش هنحتاج له غير جنيه واحد بس، وهقولك ازاي. المكون المعجزة اللي معانا ده سحر رباني ربنا خلقهن، يصفي بشرتنا ويديها نضارة ملحوظة طول الوقت، وكمان يغذيها، وفي نفس الوقت بيعمل تسمين للخدود وبيخلصك من البقع الداكنة. ولو عندك كلف في بشرتك او نمش او بقع داكنة او اثار شمس معلم على بشرتك، كل ده هيختفي تماما بالمية اللي احنا هنعملها مع بعض دي. الاول حبيبة قلبي ما تنسيش تم في التعليقات ولايك للفيديو وشير مع الاصدقاء علشان غيرك يستفاد زي ما حضرتك هتستفادي. ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. تابع معايا الفيديو للنهاية علشان تطلعي منه مستفادة بفضل الله. هتقولي لي ايه اللي معاكي في الفيديو ده؟ هقولك دي الخميرة البلدي اللي انا ما بقطعهاش من عندي، لانها بتخلي البشرة فلتر وخالية من اي عيوب. بحتاج معلقة واحدة من الخميرة البلدي، بضيف عليها نص كوب من المية ومسبق غليها وسبتها لدرجة الدفيان. بعد كده بضيف نقطتين بس من زيت اللافندر، وده بيفتح البشرة جدا، بيعالج البشرة الحساسة. لو عندك حبوب، عندك احمرار، بيخلصك من كل المشاكل دي، وتحفة جدا للتفتيح. ولو ما عندكيش زيت اللافندر اكتبيلي في التعليقات وهقولك ايه البديل. بعد كده يا ست الكل بضيف معلقة من عسل النحل، ولو برضو ما عندكيش عسل نحل اكتبيلي في التعليقات وهقولك ايه بديل عسل النحل. بعد كده بنخلط المكونات القمر دي مع بعضها بالشكل ده، وبتركها لمدة ليلة كاملة برا التلاجة، تمام، لما يحصل فيها تخمير كويس جدا. بعد كده بحطها على الرف في التلاجة وصالحة معايا لمدة 15 يوم. وبعد كده لو عجبتك تقدري تكرريها تاني بنفس الطريقة، انت من جمالها مش هتبطلي تستخدميها، لان بجد بتخلي بشرتك فلتر وخالية من اي عيوب. يعني لو عندك كلف، عندك نمش، عندك تسبغات بشرة، عندك اثار حبوب، عندك تسبغات من اثار الشمس، كل ده بتخلصي منه تماما، حتى المسامات الواسعة الوصفة دي بتعالجها وبتخلصي منها تماما مع الاستمرارية على الوصفة دي. جربيها تحفة جدا، هتعجبك. وما تنسيش تسيبي رأيك هنا بعد ما تجربي الوصفة. طبعا هنا واحدة جارتي عارفة ان انا بعشق الخميرة، فجابت لي قالب خميرة وهي بتشتري لنفسها، فانا مرضتش اكسفها وخدته منها، وبرضو انا فرحت بيه جدا لان فعلا انا بحب الخميرة جدا. هقول لكم ازاي تخزنوه سنة كاملة. انا بفرفته بالشكل ده، بجيب اكياس تلاجة وبحط فيها الخميرة، بعد كده بضغطها بالشكل ده وبحطها على الرف في الفريزر، وصالحة معايا لمدة سنة كاملة. وكمان لما بحطها بالشكل ده بتبقى سهلة عليا في الاستخدام، بفتح الكيس وباخد قطعة صغيرة على قد استخدامي وبرجع الكيس تاني الفريزر، وصالحة معاكي لمدة سنة كاملة. تحفة، لازم تجربيها بنفس الطريقة. اهم حاجة نسيب الوصفة الاول ليلة كاملة برا التلاجة علشان يحصل فيها تخمير، علشان تدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. بعد كده بحطها على الرف في التلاجة، ممكن في كوب زي ما هي كده او في برطمان مغلق، ممكن كمان تضيفيها في بخاخة وتستخدميها زي الاسبري على بشرتك من مرتين لثلاث مرات يوميا تجنن، علشان تبقى سهلة في الاستخدام. جربيها اسبوع واحد ومستنية رأيك هنا في التعليقات. ولو لك اي طلب اي استفسار سيبهولي تحت الفيديو وهرد عليك. وبس كده، مش عايزة منك غير تم في التعليقات ولايك للفيديو وشير مع الأصدقاء، وشكرا لكم جدا على كومنتاتكم الجميلة اللي دايما بتسعد قلبي. مع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد.